وريت يسعد لي اوقاتكم يا رب. من وين ما كنتوا عم تتابعوني باي وقت عم تتابعوني فيه، اليوم انا بالمطبخ بدي اشربكم قهوه معي، لازم نشرب قهوه يعني، صرنا زمان ما عملنا جلسه قهوه هيك يعني قعدات ولا طبخ ولا جلي. بس بدي لكم شغله، انا ليش ما بعمل روتينات طبخ وهيك قصص بالصيف؟ مشوب كثير وما عندنا كهرباء، يعني انا ضل لابسه وقاعده عم صور شيء منهك يعني، بصراحه نص النهار بضل عم صور وانا لابسه، فكتير بشوب وكتير حر مو طبيعي ومقطوع كهرباء، يعني لا مروحه لا اسبرتير شغال لانه مكيف، يعني من هذا المبدا يعني. ان شاء الله نرجع للروتينات، ان شاء الله بعمل لكم هيك، مثل انه كثير عم يطلبوا مني الصبايا انه اعمل روتينات، بيحبوا بينبسطوا بالتنظيفات والطبخ وما الى ذلك. المهم رح نعملها هلا نشرب سوا وجاوب على اسئلتكم. مو الفيديو الاخير، ما قبل الاخير، عن صيام متقطع، شو لازم ناكل، شو لازم نعمل، شو لازم نشرب، والليمون شو قصته، وهالاسئله يعني كلها ان شاء الله رح جاوب عليها. كل وحده سالتني يعني باذن الله تعالى. خليكم معي تروحوا بعيد، يلا. القهوة السادة، احكوا لي مين عم بيمشي على الصيام المتقطع واللي مشيت ان شاء الله لقيت نتيجة. انا بتمنى يعني انه يكون في نتيجة بالموضوع. صارت جاهزة، يلا بكم جيبي قهوتك وتعالي نجاوب على الأسئلة. بسم الله نبتدأ. السؤال الأول، وين حزام الأمان؟ ما تخافي على أمك، قولي لها تشد الحزام ولكي مني كل التحايا. ما بخاف على أمي. أنا ابني عمره 10 سنين ووزنه كتير زايد، كيف أعمل له نظام لحتى ينحف بهذا العمر؟ يا حبيبة قلبي يا عزيزتي أنتي، الله يخلي لك اياه ويحمي لك اياه. طبعا اول شيء، بس بهذا العمر ما لازم ابدا تنقصي له غذاء لابنك، لانه هو بطور النمو بمرحله النمو. يعني فيكي انت فقط توقفي له الشيبس، البيبسي، الشوكولا، البسكويت، هدول كلياتهم اللي ما لهم فائده ولا لهم طعمه بجسم لجسمه ابدا ابدا ابدا، هي مواد غذائيه ولكنها غير مفيده. طيب ممكن انت طبعا بتعملي له سندويتشات للمدرسة، اللانش بوكس، هذا تحطي له فواكه، بندورة، خيار، هيك بندورات صغيرة، الكرزية، البندورة الكرزية، سندويتشات صغيرة بياكلها وبيتغذى وبينبسط فيها. تحطي له انت البسكوتي مثلا، البسكويت الانخالي مثلا اذا كان وزنه زايد يعني. احنا اما اذا كنت بدك تحافظي على وزنه، ما تحطي له بسكويت يعني، الطفل بيشتهي، مش حتى ما يكون في نوع من الحرمة. وتحددي له وحده فقط بالنهار يعني، مشان ما يروح ويجي يلا بسكويت وشوكولا شوكولا بسكويت، بتزيد الوزن وبتسمن. ولازم تكوني مسيطره بهذا الموضوع قد ما فيكي، سيطري بهذا الموضوع بالاكلات الطيبه. نحن من الا سناكات، انا اولادي كثير بيعشقوها، بحاول انا بس بصراحه يعني، يعني احيانا بيغافلوني وبيشتروا، اما بضل وراهم دائما، حتى ببعتهم على المدرسه مشي، بيجوا مشي، رياضه، دايما عودي انه ينط، رياضه، جيبي له حبل، رياضه كثير كمان مفيده لجسمه. اذا كنتي ما عم تقدري انت تسيطري على هذا الموضوع. طيب سؤال ثاني، شو كميه الرز ناخذها؟ ارجو منك الرد. كميه الرز انا ما عندي فكره عن هذا الموضوع، هي ماما كان لازم ترد على هذا السؤال. اما ممكن انت يعني كميه رز هيك يعني اقدر مثلا نص كاسه يعني، انا هيك بتوقع ما بعرف. اما انا وقت اللي بقول لكم كلوا كلوا كل شيء، طبخه اللي طبختيها كليها، حتى لو كان وزنك زاد بدك تنزل وزنك بالصيام متقطع، كل اللي بدك اياه. ليش الكرنب ما نفسه الملفوف؟ ارجو الرد. الكرنب نحن عنا ايام، لا مو نفس الملفوف، الكرنب عنا ايام ما بعرف شو بدي لكم عليه، شكله غير الملفوف، غير الملفوف. ايه قديش عمرك لو سمحتي؟ انا مواليد 89، 1989، 19/9/89. سؤال، مي والليمون ممنوع بالصيام؟ يعني الليمون ما بيحرق؟ لا طبعا اكيد الليمون بيحرق بشكل كبير وكثير ممكن ينزل وزنك عليه. اما انك انت فتره الصيام المتقطع وانت صايمه لا تاخذيه كأصنص يعني مركز، يعني ليمونه مثل ما هي تعصريها وتشربيها، لا ممنوع. ليش؟ هلا في هنن خبراء تغذيه بيقولوا لك لا عادي شربي ليمون بس مع المي، يعني هو لحاله انك تاخذيه عفوا تاخذيه لحاله لا ممنوع،
تاخذي مثلا نص ليمونة مع كاسة مي، يعني بشكل ديتوكس، فهمت علي كيف؟ أو مثلا تحطي نص ليمونة تقطعيها بقنينة مي صغيرة هيك يعني، وتشربي، تروحي تجي تشربي، أو بقنينة تروحي تجي تشربي، تقطعي الليمون، تعطي مفعول الليمونة. لأنه لأقول لك شغلة، هلا رح تقولي لي الليمون فيه سعرات حرارية، فيه بشكل ضئيل، الليمون يحتوي سعرات حرارية بشكل ضئيل، فهي السعرات الحرارية نحن ما بدنا إياها تدخل جسمنا وتلعب لعبتها وما يعود في حرق بجسمي، لأنه يمكن أنت جسمك حساس، جسمي غير جسمك. أنا قبل ما أنام كنت آخذ زبدية لبن وأعصر ليمون عليها، ممتازة جدا للحرق، لحرق الدهون. أما بفترة الصيام حتى وقت اللي بكون صايمة أنا فادتني، بس في قبل غيري ما تفيدها، يعني جسمي يكون ياخذ الطاقة من الليمون، جسمي بيصير بدور على طاقة، فهو يمكن ياخذ الطاقة من الليمون. نحن بقى ما بدناه، يعني بغض، يعني نحن بقى بغنى عن هي القصة، عرفتي كيف؟ يعني أنا من هالمبدأ حكيت إنه الليمون بلا، لا ما بس هو لا بيحرق، بس إنه نقاط، نقاط على المي، يعني إني أنت مثلا تعصري هيك على كاسة مي تشربيها، معلش تنقعي نقيع الليمون، معلش أما تشربيه مثل ما هو تعصريك ليمون تاي ثلاثة تشربيهم، لا هذا اللي انا قلت، هي كانت فكرتي انا وقت قلت الليمون ممنوع بس متقطع. ادعوا لي اتخرج ان شاء الله يا رب، تتخرجي ورب العالمين بيعطيكي سؤلك يا رب العالمين، دخلي لعينك، حكياتك انت كثير مميزه، شكرا شكرا كثير على كلماتكم الحلوه اللي عن جد بتدخل القلب، انا قد ما شكرتكم عاجزه اني اتشكركم بشكل بيليق فيكم، كلماتكم الرائعه، قديش انتم ناس اولاد اصول ومزوقين. هل التفاح والتمر مسموح أثناء الصيام، فترة الصيام متقطع وألف شكر؟ لا طبعا، نحن ما بنفوت ولا نقطة سكر على جسمنا أثناء فترة الصيام. أوعك، هي اسمها صيام، بتاخذي كل شيء بلا سكر. شفتي التفاح اللي أنت عم تقولي عليه، تفاحة التمرة بتعمل العمايل بجسمك، بتاخذي كل طاقة، جسمك بياخذ كل طاقته من هي التمرة، ما بيقعد بدور على المخزون اللي مخزن وبياخذ منه وبيحرق اثناء النهار، بياخذ خلص انا اكلت هالتمرايه والتفاحه، بيعتمد جسمك على التمرايه والتفاحه، بصير بيحرق التمره والتفاحه. ليش هلا بيقولوا لك احسن فتره رياضه صباحيه؟ لانه انت وقت اللي عم تلعبي رياضه عم تحرقي دهون امبارح اللي اكلتيها، اما انت مثلا اكلتي وجبتك ورحتي لعبتي رياضه، الجسم بيحرق الوجبه اللي هلا انت اكلتيها، يعني بدور على الاكل اللي هلا من اخر اكل انت اكلتي، عرفتي علي كيف؟ حبيبتي عم تقول الليمون بيكسر الصيام، شفت كثير فيديوهات انه ديتوكس الليمون ممكن نشربه اثناء الصيام، وانه ما الصبح مسموح مع ليمون. اي هذا، هاي هي لما شوي حكيتها هيك كانت فكرتي، ما الديتوكس مسموح، اما ليمون اصلا مركز لا، هذا اللي كان فكرتي. في خبراء تغذيه بيقولوا لك لا معلش جيب ليمون، انا لا ما بحب زق ابدا، في لانه اجسام كل جسم بيختلف عن الثاني، عرفتوا كيف؟ اخذني الحديث ونسيت الاول. جيبي قهوتك وتعالي ها، وشوفوا الاعلانات وحطوا لايكات، بتفيدون يعني انا، انتو اذا بدكم تقدموا لي هدايا او تقدموا لي، يعني انتو اذا بدكم تقدموا لي هديه وتقدموا لي خدمه، بتشوفوا الاعلان وبتتفرجوا على الفيديو بدون ما تخطوا، وبتعملوا لي لايك حتى يرتفع الفيديو. بسم الله. مرحبا آلاء، انه انا اتبعت هذا النظام لمده شهر، كتير كنت ملتزمه فيه بس ما نزلت غير كيلو، غير 4 كيلو، وانا عندي نقص فيتامين د، هل السبب انه ما نزل وزني كثير؟ يعني هي عم تقول انه هل السبب انه انا ما نزل وزني نقص فيتامين د؟ طبعا لا حبيبتي، في شيء اسمه بالصيام المتقطع، لكل هذا الكلام للكل وبتمنى الكل يسمعه، في شيء اسمه كسر ثبات، كسر ثبات. انا هذا الشهر اتبعته ونزلت 4 كيلو، ممتازين. شو 4 كيلو كتار؟ الكيلو هيك، فانت نزلتي هيك هيك الاربع كيلو عندك، ممتازين. وانت بفتره الطعام عم تاكلي شو ما بدك، يعني انت ما عم تحرمي حالك شيء اوريدي. طيب هل يا ترى نقص الفيتامين هو السبب؟ لا. شو السبب؟ السبب انه نحن لازم نعمل كسر ثبات، يعني مثلا انا بفطر من الساعه 1 للساعه 8، هي فتره الافطار تبعي، باكل فيها شو ما بدي، ما عدا طبعا معجنات السكريات بخففهم، مو انه ما باكل بحرم حالي، لا باكل بقدر. السكريات كنت احط معلقه بصير بحط نص معلقه. طيب صار لي شهر عليها، نزل 4 كيلو، الشهر الثاني لساتني انا بنفس المبدا وبنفس الوتيره ماشي، هل يا ترى رح ينزل وزني؟ لا ما رح ينزل وزنك، مو كل الاجسام، انا عم بحكي اجسام اجسام، شو بصير الجسم؟ تاقلم على هالوضعيه وتعود عليها.
يعني جسم ذكي كتير، بيعطي امر للدماغ انه هاد عم يعمل هيك فتره بين وحده وثمانيه. نحن شو بدنا نعمل؟ بنصير نحن بنعرف انه نحن بدنا نحرق بهي الساعه، في ساعه معينه بصير الجسم بيحرق فيها. نحن هون شو بنعمل؟ بنعمل كسر ثبات، بنعمل صدمه للجسم، بنصدمه. كيف بنصير بدل من الوحده لثمانيه نصوم مثلا، عفوا بنصير بدل من الوحده لثمانيه الافطار بتصير مثلا من العشره للسته كمثال. ومش جسم هون بتتخربط الفيزيولوجيا كلها تبع جسمك، يعني خلاص ما عاد تستوعب، بصير هون بيشتغل يلا حرق حرق حرق، خذوا طاقه خذوا طاقه، في مشكله بالجسم. هو بيعطي اشاره للدماغ انه هون في مشكله، فورا بلش حرق. هي هي الاليه تبعه، نحن نكسر ثبات. اول ما بتحسي حالك انه انت ما عم ينزل وزنك كسري ثبات. مثلا بيقولوا لك مثلا انا عامله دايت اسبوع ما عدا يوم الجمعه انا بعمله مفتوح. هيك كلمة مفتوح مو كل الناس تعرفها شو يعني، بفكروا انه يعني نحن حتى ما نشتهي شيء، لا. يوم الجمعة انت بتاكلي كل شيء، هي كانت من زمان انظمة غذائية. ليش؟ لانه اذا ضليتي انت عاملة نظام غذائي لفترة طويلة بصير الجسم بده يحافظ على حياتك، ما بده يحرق دهون، بصير في هون تركيبة غلط، بحس انه في شيء غلط، لا انا بدي احافظ على حياته، ما عاد احرق في ساعة معينة انا بحرق فيها. طيب شو بصير هون؟ يوم الجمعة أنا بصدمه لجسمي، بعمل له صدمة وكسر ثبات. يوم الجمعة باكل باكل باكل، بقوم الجسم بتخربط كله، ما بيعرف شو بده يعمل، بقوم ببلش يحرق يحرق يحرق. فهمتوا علي؟ هي الجزئية اللي بدي لك إياها. فأي وحدة بتقلي أنا ما عم ينزل وزني، أنا ما عم بستفيد، دوري في غلط بالموضوع، غيري غيري وبدلي بالأوقات. احكي لنا شو نوعية الأكل اللي ناكله، حكيت سبق وحكيت بالفيديو، كلي اللي بدك إياه. بتوقفي؟ مو بتوقفي بشكل قطعي، لا غلط توقفي. بتعملي تخفيف للسكريات مثل ما قلت لك، ست معلقه بخليها ربع معلقه نص معلقه. معي بصير بكره السكر طبعا مع الشاي او مع القهوه او حلويات حتى. يعني مثلا انا بشرب، انا باكل 4 بوتيفورات الصبح، خليها واحده خليها تنتين، معك بتصير نص واحده. معك ما بتقعدي تحبي الحلويات ولا بتطيقيها، تطلع من جسمك مقاومه الانسولين هون تشتغل عندك. طيب مثلا الرز، انا مثلا باكل بالطبخه صحنين، لا خليهم صحن، بعود جسمي بيتعود، بس اول 4 5 ايام هن صعبين. طيب بعتمد باكلي على الفواكه على الخضروات، معجنات، المكرونات، بيتزا 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 بيتزا، الفاست فود، هي كلها مضره وبتسمن. اما انا بختصر هالشيء انه معي بختصر نوعا ما، شوي 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 بصير انا اسلوب حياتي صحي، بصير انا متعوده دائما جسمي بصير دائما بيطلب خضروات، بصير دائما جسمي بيطلب فواكه، بصير دائما جسمي بيرفض السكريات. في ناس ما بتطيق شيء اسمه سكر لانه جسمها رافضه. لا تقولي لي انه هو ماده غذائيه، لا ابدا، احنا فينا نعوضها بالفواكه. طيب والتمر. ما هو البردقوش؟ شو هو البردقوش؟ لو سمحتي البردقوش سحر، جيبوه وجربوه. كاسه واحده، انا ما بدي اقول لك اكثر من كاسه، في ناس لانه هو سلاح ذو حدين، يعني اذا ضر اذا نفع بكميه كبيره كمان له اضراره، ولكن احنا بنشرب بكميه كبيره. خدي كاسه واحده كل يوم رح ينظم لك هرموناتك، اذا عندك مثلا تكيس مبايض ممتاز، اذا الدوره الشهريه ما عم بتكون منتظمه عندك بنظمها. حتى هلا انا شربته وانا عم رضع كمان، يعني حتى كان يصير عندي حساسيه مثل اكزيما صار يطلع لي بهي المنطقه، هيك شربته انطفى كله. انا ما قلت لكم بردقوش بجنن وبينزل الوزن، اذا كانت هرموناتك مخربطه وعم تزيد وزنك بسببها بينظم لك هرموناتك وبينزل لك وزنك، وجربيها ورح تدعي لي. كاسه بردقوش نقعيها او اغلي مي وحطي عليها بردقوش، اتركيها شوي تنتقع، صفيها وشربيها، ما فيها شي طعمتها ولا حتحسي بطعمه اي شيء على فكره. شكرا على المعلومات، شكرا حبيبه قلبي، جزاك الله خير، الله يحفظك الوالده. فعلا فعلا على الصيام عن تجربه، لكن صار معي قرحه صار مع قرحه بالمعده وعم اخذ دواء، بس بضطر اكسر الصيام بالليل من وجع معدتين. يعني الله يعافيك يا رب، اسال الله لك الشفاء والعافيه ولا يضرك. بس ما يعني اسالي طبيبك، انا ما عندي فكره بهيك قصص والله، يعني ما بدي انا يعني، لكني انا بعرف، لا ما بعرف يعني بهيك قصه بالقرحه. اما انه ممكن اذا كنتي انت متضايقه لا اكسر الصيام، صحتك ابدا وعافيتك ابدا، وما راح تاثر يعني دخيلك شو راح تاثر يعني. هل اذا انت كنتي متضايقه واكلتي لو انه تفاحه مثلا هيك شيء خيار يروح لك هي الانزعاج اللي انت عم تذكري لي، الله يعافيك يا رب. طيب بالنسبه للخبز، بالنسبه للخبز مثل ما قلت لك حكيت بالفيديو انا انه كنت انا عم باكل رغيف، كلي نص رغيف ربع رغيف او استايد عليه بخبز الشوفان، بيطير العقل، بيعمل شوية نفخة، ما بقول لك لا شوفان، اما بجنن.
للأمعاء بيطري المعدة شوي. أما وقت باكل خبز الأبيض ما بقول لكم يعني قديش اسمنت عليه. وهلا انا رجعت سمنت كمان على الخبز الابيض، هلا رجعت انا هلا عم بتبع صيام متقطع ووقفت الخبز الابيض، جبت خبز نخالة كمان. خبز نخالة هو اللي لكم شو قصة خبز نخالة، هو حبة الحبة الكاملة تبع القمح. اما الخبز الابيض يعني انت بتاكلي مثلا رغيف حبة كاملة هلا قده ماشي، اما الخبز الابيض بدهم يقيموا القشرة ويحطوا اللبة البيضة، فشو بتصير الكمية كبيرة تبع الحبة البيضة يعني تبع الخبز الأبيض، فمن هالناحية هو بيسمن. أما هو هنا الاثنين بيسمنوا، بس يعني بدل ما تاكلي مثلا خبز أبيض بحاله هيك، بدل ما تاكلي خبز حبة كاملة هيك، لأنه القشرة ما بتسمن. فهمت علي؟ هي الشغلة تبعه. والقشرة تبع شو اسمها المخالة كمان منيحة للأمعاء وتصريف ممتاز يعني. أجلكم الله. أنا عندي سؤال عن شرب حبوب النوم، كيف فيني أتركهم؟ أتمنى تجاوبيني. ما بعرف شو هن حبوب النوم، منوّن يعني، ما بعرف تدريجيا بدك تشوفي طبيبك هو بوقف لك إياهم، لأنه هيك شغلات ما بنلعب فيها بالتدريج يعني، نص حبة نص حبة، ربع حبة ربع حبة، وبعدين تتركي يعني مثل كأنك عم تسحبي كورتيزون من جسمك. وقت بتاخذي حبة الكورتيزون نفس المبدأ يعني، بتاخذي نص 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 ربع ربع وهكذا. بس أفضل إنك تستشيري طبيبك، أنا مالي طبيبة، بعتذر منك يا عمري. واحدة عم تقول لي بدأت صيام متقطع من 10 أيام وفعلا فرق معها. صحيح، فورا رح يفرق معك من تاني يوم. بدي استشيرك بشغلة، بدي اسمك عن الانستغرام. انا عندي صفحة فيس آلاء كمال، وانستغرام كمان كآلاء بالانجليش كمان، اذا كان بتصور كتبتي آلاء كمال بطلع لك. نورتي، اهلا وسهلا. انا عملت رجيم البيض، نحفت عليه بس صار معي كوليسترول، والوجه مشحوب، وطول العمر لازم اخذ حب كوليسترول. صيام متقطع احسن شيء. بيض بيرفع الكوليسترول. هلا ماما منعها عن الدكتور صفار البيض، اما البياض لا. لحم دجاج هيك شغلات كلها، هي نظام الكيتو انا هذا ما بحبزه ابدا، لانه بيرفع الشحوم اللي بالدم المضره والكوليسترول المضر اللي بالدم، فما بفضله ابدا هذا النظام. خلص كلي باعتدال شو ما بدك، باعتدال مع الصيام متقطع. الصيام بنظف الجسم فترة 16 ساعة. سؤال مهم جدا، اللي عم ترضع طبيعي، انت حكيتي انه بعد فترة ولادة ممكن ناخد برد اوش، صحيح، وبيأثر على الهرمونات. فهمت منك يعني كمان صيام متقطع ممكن بهالحالة، شو رأيك؟ ما بيأثر على الرضاعة طبيعي كونك جربتيه كمان بعد ولادتك؟ لأن كتير قريت وشفت كتير يحكوا انه بيأثر. انا عم بحكي تجربتي، كنت انا كتبت تجربتي يعني، انا قايست وبس، ما احرم حالي شيء ابدا. عوض بهي 8 ساعات اكل 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 كل شيء، عناصر مستوفيه، الفواكه الخضار الطبخ العصير الفريش، ما احرم حالي شيء. واخذ فيتامينات كامله، فيتامين د، حديد، مالتي فيتامين، اوميجا 3 ما قطعته يعني، اخذهم حطهم كل نص ساعه او ساعه اخذ حبه، عرفتي كيف؟ فما قطع حالي. وفيتامين سي فوار، حط فوار الصبح، فما نقص حالي شيء ابدا من الفيتامينات. وفترة الفطار اكل غذي حالي، بعود هي بقى الفترة مع الرضاعة بتنحفي، بتهري هرران على فكرة مع الرضاعة. انه كمان من شان البردقوش، كمان البردقوش كنت اخده بفترة الرضاعة، نظم لي هرمونات وظبطها، وحتى انه ما بيأثر على الحليب ابدا. لا تفكري انه بيأثر على الحليب، كتجربة لإلي. جربي حالك انت وشوفتي، جربي لك اسبوع زمان او 4 5 ايام، ان انت تضايقتي وحسيتي انه دوخة وجسمك حاط، لا بلا كله، مو صداع. صداع رح يصير مع الكل بنظام، بسبب يعني نظام جديد. اما انحطاط حط بدن، دوخه شديده قويه، ما عاد تقدري، غثيان، هالقصص، لا تفضل انه لا تضري حالك ولا تضري البيبي، واستشير الطبيب بالنهايه يعني. بس انا حكيت عن تجربتي. يعني بين الغداء والعشاء 6 ساعات، لا مو هذا قصدي، قصدي 8 ساعات افطار و16 ساعه صيام. ارجعي اسمعي الفيديو مزبوط حتى تعرفي يا عمري. لو سمحتي مشروبات، حتى لو حطيت للشاي مثلا سكر، بيفسد صيام متقطع؟ بيفسد صيام متقطع السكر؟ طبعا بيفسد صيام متقطع. اما السكرين، سكر فواكه كمان بيفسده، في حال شغله واحده هو سكر ستيفيا، هذا ما السكر ستيفيا الباودر، اما الليكويد لا. السكرين اجمالا فيه هو سكر فواكه، فاما الستيفيا مسموح فيه. خذي ستيفيا، ستيفيا اسمه،
ساعات صيام متقطع ممكن يكون من ضمن ساعات النوم ينفع. طبعا طبعا طبعا، انت ونايمه بيحرق، وحكيت وذكرت في الفيديو السابق انه انت نايمه جسمك بيحرق عن طريق ثاني اكسيد الكربون، عن طريق الزفير. هاي العملة جسمك عم يحرق فيها. نحن ما بنحرق على فكرة بإفراز العرق، التعرق هو مو حرق دهون. انت وقت اللي بتتنفسي هون عم تحرق دهون، وقت اللي بتعلى وتيرة تنفسك مثلا تمارين القلب، تمارين الكارديو، النط، الحبل، الجري، هاي العملة هي اللي عم تحرق دهون وليس العرق. العرق وقت اللي بيطلع هو محافظة على حرارة الجسم وتوازن الحرارة الداخلية مع الخارجية، عشان هيك الجسم بصير بيفرز عرق حتى يحافظ على توازن. سبحان الله العظيم. أنا عاملة دايت وبشرب 3 لتر مي بس، أكلي كله من البيت، مناعتي السكر ممتاز، وباخذ سكر دايت وقللت الدهون خالص في الأكل، يعني باكل نص في رغيف ممتاز في الفطار ونص في الغداء ممتاز، أو 7 معالق رز أو مكرونة، وسناك 2 ثمرة فاكهة جوافة أو تفاح، ونزلت في 3 أسابيع 6 كيلو ممتاز ما شاء الله تبارك الله، اللهم بارك. وبعمل جلسات كافيتشن ورياضة خفيفة بعد الجلسة، يوم ايه يوم لا، والعشاء كوب لبن بالقرفة اللي خايفة منه، انا اعتبرته اسلوب حياة، فمش عارفة لازم اغير الرجيم كل فترة ولا انسى عليه ولا امشي عليه. بتصور مو انسى عليه، امشي عليه كاسلوب حياة والحرق مش هيقف. وحخس عادي لو ما غيرتش الرجيم. ملحوظة مش متابعة مع دكتور تغذية، أنا وزني كان 105 ودلوقتي 99 ما شاء الله، وسني 37. هل أفضل ماشية على كده طول عمري عادي ولا مش حينفع؟ أسفة طولت عليك، بس أرجو ترد عليها. طبعا 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 ممتاز، برافو عليكي، برافو برافو عن جد. بس انه اعملي كسر ثبات، مثل ما ذكرت بالسؤال الاول الفيديو، اعملي كسر ثبات لهذا النظام. يعني يوم كلي افتحي او غيري نظام الصيام، عرفتي؟ يا اما كلي مثلا يوم الجمعه اللي بدك اياه، كسري يعني للنظام، اعملي له صدمه لجسمك من هالمبدا. بدي اسال بسكوت الخالد دايجستيف، اذا كل يوم بسكوتة بيأثر على النظام، كلي دايجستيف بسمح لك معلش مع القهوه الصبح. بضمن الافطار، ضمن ساعات الافطار، ضمن الصيام؟ لا طبعا. انا طولي 160 وزني 45 وهلا 42، استعمل فيتامينات، بصعب فاضي، وانا بمشي كل ساعه تقريبا، باخذ الاولاد على المدرسه، ايش اعمل حتى اكسب وزن؟ والله تعبت نفسيتي، كل ما اشوف واحده مربربه بتحسر على حالي، وخاصه الزرعان كثير حاطه. يا عمري انت عايشه بنعمه، هي نعمه، هي الصحه، النحف صحه وعافيه على فكره، لا حدا يقول انه النحف مو صحه، لا صحه وعافيه. اما انه كيف بدك تسمني، بدك تتبعي نظام غذائي معين، ان شاء الله بعمل فيه فيديو بده لانه شرح يطول باذن الله تعالى، كيف بدي احافظ على ثبات الوزن باتباع اسلوب حياه مثل ما قلت لك، لايف ستايل، نظام متقطع بتحافظي عليه، بتحافظي عليه جدا. ممكن تستعملي نصف 12 ساعه ب 12 ساعه، 12 ساعه باكل فيها 12 ساعه ولا لقمه، ممكن هيك بتحافظي على وزنك مع الرياضه او المشي. المشي ممتاز. وانا كمان بتمنى اكون انا رفيقتي، وانا كمان بتمنى تكوني رفيقتي، انا كل الطيبين والحلوين والحبابين بتمناهم يكونوا رفقاتي والله، وانتم رفقاتي فعليا، انا بحبكم كثير، انتوا عائلتي الثانيه، الله يخلي لي اياكم يا رب، ما يحرمني منكم، بحس فيكم من كلامكم، بحس حالي كاني شايفتكم عن جد والله، والله ما عم بالغ صدقوني. بدي شيء لترهلات البطن كثير عم اعاني منها، ما في الا حل، الله يوفقك اذا عندك نصايح. والله الكون شغله، ما بدي اكذب عليكم، ترهلات ترهلات خالص، عمل جراحي وبس، قد ما حاولتي ممكن يخف نوعا ما، اما انه يروح ما بيروح، بخف على الرياضه، بخف تمارين الكيجيل، بخف تمارين السكوات، ممكن تمارين البلانك، اما انه انت في شيء هيك سحر، وهي تخفيف اكل ورياضه، مشي وتمارين كيجل، سكوات، تمارين بلانك، هدول تبعيهم، في لهم فيديوهات عندي على فكره انا، اما انه هيك بلمسه سحريه ما في، يعني بس انه عمل جراحي قص وشد فقط. ما بدي كذب عليك، يعني اي حدا خبراء هيك تغذيه او رياضيين رح يقولوا لك الا استمرار طويل 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 كثير 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 كثير، بده يكون من الصغر، يعني بده يكون عم يتكون جسمك مثلا من عمر 16 سنه وانت طالعه بتحافظي عليه، كان مثلا عندك سدنه وشويه ترهلات ممكن يعني بيطوروا النمو لانه جسمك، اما مثلا بعد ال 25 30 40 سنه خلاص، ما لا لا يصلح العطار ما افسده الدهر. سؤال بس غريب عن الرجيم، انا بدي اسمن وما خليت شيء ما ساويته، نفس الشيء بقول لك، بدي ان شاء الله تعالى فيديو هي بضحكي كثير، يعني مو انه بكلمتين انه بتسمني. انا عامله صيام متقطع، باكل خبز اسمر، قاطع النشويات والمعجنات، مره بالشهر باكلهم معي كسل، غده الدرقيه، لو فيك حتى بشرب
حب تنحيف من فارمسي وما عم ينزل وزنك، كثير تعبانه بدك تستشيري طبيبك يا قلبي، بدك تستشيري طبيبك غدا دوما غدا بدك تستشيري طبيب. انا مالي طبيبه يعني، قد ما نصحتك ما راح اقدر افيدك يعني، هي شغله متخصص فيها طبيب هو يعطيك الدواء المناسب. بشرت ماما هي بتعمل فيديو بتحكي لكم، انا ما لي علاقه فيها. بدي تقدمي نصائح للاولاد النحاف، اولاد النحاف مع اني كثير مهتم باكلهم، مو العبره انه انت مهتمه باكلهم انه هن نحاف، العبره انه هل هن عم ياخذوا القيمه الغذائيه الصح؟ اذا عم ياخذوا القيمه الغذائيه فانت شو عاد بدك بالسمن؟ السمن ما له عبره انه هن متغذيين، لا، شو بدك بالدهون والشحوم؟ لا تقولي انه ابني ما بصير عنده دهون وشحوم سيئه ومضره، لا بيصير، هن ما دام عم ياخذوا القيمه الغذائيه فخلهم ينحف احلى وارشق وصحي اكثر واجمل. معلش لا يسمنوا، لا لا يسمنوا، لاحقين بكره على الكبر يسمنوا، وان شاء الله انا ما بتمنى السمن لحدا يعني، بالعكس المهم انه عم ياخذ القيمه الغذائيه مستوفي العناصر اللي هو بيحتاجها للنمو تبعه. فلا لا 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 تساعدهم انهم يسمنوا. عندي تكيس مبايض ومقاومه انسولين، انا كثير تعبت من شعر زائد وحبوب، جربي البرداوش، جربيه رح تدعي لي. انا عامله عمليه مراره بس اعمل صيام متقطع بصيبني اسهال شديد، ما بعرف والله ما بعرف، انا في اسئله غده مراره قرحه هدول بحاجه طبيب، انا مالي طبيبه متخصصه يعني، عرفتوا كيف؟ انا بتمنى اساعدكم، هن يا حرام اللي لهفتهم انه بيحبوا اليوتيوبرز فبيسالوا، بس انا والله بتمنى، بس انا ما عندي فكره يعني، انا عم بحكي بتخصصي انه مثلا انا عملت مثلا دورات تغذيه ممكن انا احكي وفيدكم، اما في شغلات انا ما بحسن اتعداها يعني، عرفتوا كيف؟ بس انا والله بتمنى اني اعرف وجاوب يعني، ما يعني انا بعتذر منكم اني ما رح اقول اني ما بعرف، اما في شغلات تغذية ممكن فيدك فيها. مش قد مسموح كميه الخبز بالثمان ساعات اذا بتريدي، حاولي تاكلين خالي، واذا اكلتي ابيض نص رغيف مو اكثر. سمن كثير الخبز الابيض لانه خاصه بحطوا له حليب وسكر، عرفتي كيف؟ يعني هو مو القمحه بحد ذاته نحن عم نحكي عنها، نحن عم نحكي عن الحليب والسكر اللي داخل بالرغيف، كميات كبيرة. أنا صار كتير طويل بصراحة الفيديو، ما بدي أكون كتير طويل حتى ما أكون تقيلة على قلوبكم، بتمنى يكون استفدتوا مني. إذا كنتي لأول مرة عم تتابعيني تشوفيني معك أنا كوتش آلا، هلا رح تقولي ليش بتقولي عن حالك كوتش؟ أنا مو قصدي بقول بس حتى يعرفوا مين عم يتابعوا المتابعات، معك أنا كوتش آلا من دمشق، تنمية ورياضة تغذية، بحبكم كتير، سلام.